السؤال الأول اقرأ من قوله تعالى: سل بني إسرائيل كم آتيناهم من آية بينة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سل بني وما تفعلوا من خير
جزاك الله خيرا. السؤال الثاني، اقرأ من قوله تعالى: بل بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل ولو ردوا لعادوا. بل بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون. بل بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون. وقالوا إن هي إلا حياتنا الدنيا ولو ترى إذ وقفوا على ربهم قال أليس هذا بالحق قالوا بلى وربنا قال فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون. قد خسر الذين كذبوا حتى إذا جاءتهم رسلنا حتى إذا جاءتهم رسلنا حتى إذا جاءتهم الساعة بغتة حتى أفلا تعقلون. قد نعلم إنه ليحزنك الذي يقولون فإنهم لا يكذبون ولكن لا يكذبونك فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. ولقد كذبت رسل من قبلك فصبروا على ما كذبوا وأوذوا حتى ولا مبدل لكلمات الله ولا
تأتيهم بآية ولو شاء الله لجمعهم على الهدى فلا تكونن من الجاهلين. جزاك الله خيرا. السؤال الثالث: اقرأ من أول سورة الرعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ألف لام ميم را. ولا بد منها في ابتدائك سورة سواها. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم را. تلك آيات الكتاب والذي أنزل إليك من ربك الحق ولكن أكثر الناس لا يؤمنون. الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها ثم استوى على العرش وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى يدبر الأمر يفصل الآيات لعلكم بلقاء ربكم توقنون. وهو الذي مد الأرض وجعل فيها رواسي وأنهارا يغشي الليل النهار إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. وفي الأرض قطع متجاورات وجنات من أعناب وزرع ونخيل صنوان وغير صنوان يسقى بماء واحد ونفضل بعضها على بعض في الأكل إن لقوم يعقلون. وإن تعجب فعجب قولهم أإذا كنا ترابا أإنا لفي خلق جديد. أولئك الذين كفروا بربهم وأولئك الأغلال في أعناقهم وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. جزاك الله خيرا. السؤال الرابع: اقرأ من قوله تعالى: واتقوا الذي خلقكم والجبلة الأولين.
واتقوا الذي خلقكم والجبلة الأولين. قالوا إنما أنت من المسحرين وما أنت إلا بشر مثلنا وإن نظنك لمن الكاذبين. فأسقط علينا كسفا من السماء إن كنت من الصادقين. قال ربي أعلم بما تعملون. فكذبوه فأخذهم عذاب يوم الظلة إنه كان عذاب يوم عظيم. إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين. وإن ربك لهو العزيز الرحيم. وإنه لتنزيل رب العالمين. نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المؤمنين المنذرين. بلسان عربي مبين. وإنه لفي زبر الأولين. أولم يكن لهم آية أن يعلمه علماء بني إسرائيل ولو نزلناه على بعض الأعجمين. فقرأه عليهم ما كانوا به مؤمنين. كذلك سلكناه في قلوب المجرمين لا يؤمنون به حتى يروا العذاب الأليم. فيأتيهم بغتة وهم لا يشعرون. فيقول هل نحن منظرون. نقول عيد. فيأتيهم بغتة وهم لا يشعرون. فيقولوا هل نحن منظرون. فيقولوا هل نحن منظرون. أفبعذابنا يستعجلون. جزاك الله خيرا. السؤال الخامس والأخير، اقرأ من قوله تعالى: إنا أنزلنا عليك الكتاب للناس بالحق. مرة أخرى أعيده. إنا أنزلنا عليك الكتاب للناس بالحق فمن اهتدى فلنفسه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
أنزلنا عليك الكتاب للناس بالحق فمن اهتدى فلنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها وما أنت عليهم بوكيل. الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. أم اتخذوا من دون الله شفعاء قل أولو كانوا لا يملكون شيئا ولا يعقلون. قل لله الشفاعة جميعا له ملك السماوات والأرض ثم إليه ترجعون. وإذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة. أعد قوله تعالى قل لله الشفاعة جميعا. قل لله الشفاعة جميعا له ملك السماوات والأرض ثم إليه ترجعون. وإذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون. قل اللهم فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون. ولو أن للذين ظلموا ما في الأرض جميعا ومثله معه لافتدوا به من سوء العذاب يوم القيامة وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون. جزاك الله خيرا. أبناءنا المتسابقون، فيه شيء نسينا أن نذكره لما كنا نوضح لكم قواعد هذه المسابقة، وهذا الذي نسيناه هو أن من فتح عليه 5 مرات تلغى جميع نتائجه. لو فتح عليه مرة أو 2 أو 3 أو 4 فلا بأس،